السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة طنجوية في ليون. معكم عليا. كنتمنى هذا الفيديو يا ربي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم اخترت نحضر معكم كوصفة مالحة طاجين بالملج بالجلبانة والقوق. هنحضره ان شاء الله في الكوكوت على الطريقة ديالي. انا ما كنحضروش في يطيف الطاجين حيت الشبوطة ديالي ما كتقرا لي شي الطين ولا السيراميك. واللي بغات طيبه في الطاجين على الفخر هذيك احسن طريقه كتبقى، ولكن كدي شويه ديال الوقت. كيف ما كتشوفوا كيجي طاجين معسل الا تبعتوا الطريقه بحال اللي نوريكم ان شاء الله في الفيديو. قبل ما نبداو كنتمنى الاشتراك في القناه والدعم باش نكبروا القناه ان شاء الله، نوصلوا 1000 ابوني باش تفعل القناه وما يضيعش الجهد. وما تنسوناش من الجيم والاشتراك والبرتاج، ونبداو على بركة الله. هاد الوصفة بهاد المقادير اللي كتبان أمامكم تقدر تكون ما بين شخصين إلى 5 أشخاص. إلا بغيتو تزيدو كتر ويجيكم كمية أكبر ضعفوا المقادير، ونبداو على بركة الله. هنا انا استعملت الجلبانه والقوق، استعملتهم كيكونوا كيتباعوا عندنا متجمدين. الا كانوا عندكم طريين استعملوهم، حتى انا كيجوني هادو حسن كيكونوا كبارين. اما هادوك اللي كنشريوهم باقيين طريين كيكون الحجم ديالهم صغير، كتقشرهم في الاخر ما كتجبر فيهم والو. هنا بالنسبه للعطريه يمكن لكم تستعملوا القرفه عوض القرفه مطحونه وراس الحانوت، هو اللي كتسمى في المغرب بالعطرية ديال اللحم ولا مروزية. اول حاجه كنقومو بها هي كنقطعو الربع والثوم على جانب، هما الاولانيين. انا ما كنستعملش الربو باش نتفادى الصداع والضجيج في الفيديو، كنستعمل هذه القطعه ديال اليد. كندوزو نقطعو الحبات ديال البصل، من بعد ذلك كنقومو بالوضع ديالها في طنجرة الضغط، وكنخليوها تقلى مزيان مع هذيك الزيت البيضاء اما الزيت البلدية. هنا كنعملو البصلة ديالنا تقلى مزيان مع الزيت النباتي، وكتكون العافية على نار مهيلة، كتخليوها حتى كتنزل مزيان وتعسل. ثم ديك الساعه كنزيدوا لها قطع ديال اللحم. دابا زيدت لها شويه ديال الملحه، وبقيت حدا كنحركها مزيان واحد المده 6 دقائق ولا شحال ما دات معكم ديال الوقت. دابا كنزيدوا لها قطع ديال اللحم. ثم كنزيدو الثوم والربع اللي عندنا مقطعين صغارين على هذا الشكل، وكنخليو كلشي كيتقلى مع بعضه. وبعد ذلك كنزيدو التوابل
وزيت الزيتون. اللي ما كتعجبوش زيت الزيتون في الطياب يمكن لكم تعوضوها بالزيت النباتية. هنا كنستمر بتقليب القطع ديال اللحم مع البصل والثوم والربيع او الاعشاب المنسمه. يمكن لكم تستعملوا القزبر المعدنوس او حاجه فيهم. كنضيفوا هنايا التوابل وهذاك ملعقتين زيت الزيتون. كنضيفو كنحكو الجوزه او جوزه الطيب تقريبا نص جوزه على حسب الذوق. اللي كتعجبو يزيد يعمل منها بزاف، اللي كتعجبو شويه ما يكونش الطعم ديالها مجهد ما يعملش. ديك الساعه كنزيدو نرويو نعملو المرقه بالماء يكون طايب باش كنعاونو اللحم على يزيد يطيب دغيا، وما كنعاودوش نبردوه الا استعملنا الماء بارد. هذا هي الفائدة ديال استعمال الماء غليان في التمريق. بالنسبة لقطع البطاطس او بطاطا والخرشوف او القوق والجلبانة كنخليهم تيطيب اللحم نص طيبة، وتصفر معنا الكوكوت لواحد نص ساعة. ديك الساعة كنبردوها بالماء وكنضيفو هاد المقادير اللي كتبان قدامكم. بحال اللي قلت لكم بالنسبة للمبتدئات اللي غيحضروا هاد الوصفة لأول مرة، كتعملوا الكوكوت تحت الماء كتبرد معاكم دغيا، ولكن من بعد كتحيدوا الصفارة باش كتأكدوا بلي أنها خوات من الهواء الساخن اللي فيها، ما الله يحفظ ما يوقع لكم شي انفجار. ودابا كنزيدوا لها بطاطا وكنزيدوا الخرشف او القوق وكنزيدوا الجلبانه وكنعاودوا نشدوا عليها نخليوها طيب او لا تصفر واحد ثلث ساعه، وتما كنفتحوا عليها كنجبرتوا باقي فيها شويه ديال المرقه كتخليوها تعسل فتحلوا عليها وتخليوها تعسل. قلت لكم فتحت عليها جبرت باقي فيها شويه المرقه بحكم ان القوق والجلبانه ملي كيكونوا مكونجليين كيطلقوا شويه ديال الماء ديالو، ماشي مشكل. المهم كتخليوها تزيد تعسل معكم، وديك الساعه كتنتقلوا لطريقه التقديم. هي هذه كتغرفوها في الطاجين وكتدخلوها تحمر شويه في الفران باش كيبقى الطاجين سخون، وكتقدموها وبالصحه والراحه. كيف ما شفتوا تبارك الله كيجي الطاجين معسل. ايوا نتمنى يكون عجبكم وتجربوه ان شاء الله. ايوا الى وصفه قادمه باذن الله. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك باش ان شاء الله يتم تفعيل القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.